وشوشة. أنا ومية في الأول كنا بنكره بعض جدا جدا. أول ما عرفتنا ببعض كانت كره، يعني كنتش هي حباني خالص وأنا ما كنتش حباها خالص. فسبحان الله يعني بعد شهر أو أي حاجة بقيت عايشة معي في البيت. لا لا كده يعني، حتى يعني لو بالضبط من بعيد لبعيد كده أنا إيه ده وإيه دي كده. مسرح أنا أصلا عملت مسرح، أنا أصلا خريجة مسرح، أنا ليسانس أدب قسم مسرح جامعة اسكندرية، واشتغلت في مش فاكرة سنة كام بالظبط، تهيألي 2008 أو 2007، كانت مسرحية الأستاذ أحمد آدم برهومة وكلا البرهومة على مسرح أستاذ جلال الشراوي طبعا. ومن يعني من الحاجات اللي أنا اتبسطت بيها أوي يعني تجربة المسرح، المسرح إحساسه غير طبيعي يعني، ردود الأفعال وقفة المسرح نفسها، وأنا دارسة برضو، وأستاذ أحمد برضو وأحمد آدم يعني من الناس اللي بتحب المسرح وتحب تشتغلي معاها في المسرح عشان تتعلمي منها. ساعات يعني مش هكدب عليك يقول لك لا لا مش يعني مش فاكرة إيه هو، بس أكيد إن ممكن بيجي عليكي وقت ساعات ممكن هقبل ده، بس أنا يعني مش بوصل لمرحلة اللي أنا أقبل يعني لو حاجة مش قبلها قوي، يعني لو حاجة مش عايزاها قوي فأقبلها عشان خاطر مقابل مادي، بس يعني ممكن أبقى قبلها نص نص. ساعات بلقح بس رد صريح لا. يعني ممكن ألقح بالكلام، أعمل أي حاجة، بس رد صراحة رديت مرة بس فعلا على حاجة واحدة، كانت سنة يعني قعدت مثلا كام سنة من بعد الثورة، كل الناس كان عندها حالة من يعني اللي هي مش عارفه تعمل ايه، لو مثلا من 2011 ل 2013 هما سنتين كانوا صعبين قوي لكل حد، فما كانش حد عارف هيعمل ايه، فكانت نفسيا كل حد كان متلخبط. فانا لفتره الاختفاء دي وانا قعدت كمان اخدت بعدها سنه او سنتين، لان انا عبال ما بطلع من مود ان انا ابقى كويسه او اطلع من حاله مضايقاني باخد وقت. ف طلعت بقى عليا إشاعة في 3 سنين أو 4 سنين دول إن أنا اتجوزت حد يعني مثلاً حاجة كده ومش موجودة في مصر واتحجبت وخلاص مش عايشة في مصر، فدي الحاجة الوحيدة أنا ردت عليها قلت لا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة من وشوشة.